أكدت سفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال خلال رعايتها إطلاق نتائج دراسة انسحاب النساء من سوق العمل الأردني من واقع بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أهمية تجاوز المفارقة الواضحة في المعدلات ونسبة التعليم المرتفعة للنساء الأردنيات ونسبة مشاركتهن الاقتصادية المتدنية. أنا متفائلة بمستقبل أفضل للمرأة الأردنية المبني على قدراتها وعزيمتها وإصرارها، وأنا على ثقة من أن جميع المتواجدين هنا لن يدخروا جهدا للسير قدما لتحقيق مثل هذا المستقبل للنساء الأردنيات والمجتمع الأردني ككل بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه. وحضر حفل إطلاق الدراسة التي أجراها المجلس الأعلى للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان وزير العمل الدكتور نضال القطامين ووزيرة الصناعة والتجارة مها العلي وعدد من عضوات مجلسي النواب والأعيان وعدد من المهتمين. بدوره أعلن القطامين تشكيل لجنة لمتابعة نتائج وتوصيات الدراسة والمباشرة في تنفيذها وفق الأطر المؤسسية والتشريعية والتنفيذية بالتعاون مع المؤسسات المعنية. وقالت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي أن تحقيق معدلات نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي والاستفادة من الفرصة السكانية المتوقع بلوغ ذروتها عام 2030 يتطلب تحقيق معدلات مشاركة أعلى للمرأة الأردنية في سوق العمل. واعتبر مدير مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن دانيال باكير أن هناك حاجة متنامية لدعم العدالة والمساواة للمرأة في الأردن وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا ودمج المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في الأطر والسياسات التنموية الوطنية. واستعرض رئيس فريق إعداد الدراسة الدكتور محمد الطراونة أبرز النتائج والتوصيات التي خلص بها الباحثون لتكون نواة انطلاق في خدمة الوطن وبنائه. وأطلقت مبادرة أنتجدها وعرض في المنتوثقي عن المبادرة التي تهتم بقدرة المرأة الأردنية على العمل والإبداع. أنتجدها كما أطلقت سموها أيضا في مركز هيا الثقافي حملة إرميها صح ضمن مشروع حماية البيئة والتنوع الحيوي في الأردن الذي تنفذه الوكالة الألمانية بالتعاون الدولي بالتعاون مع مؤسسات حكومية وغير حكومية في المملكة. وقالت سمو الأميرة بسمة خلال رعايتها إطلاق الحملة بحضور وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير وأمين عمان عاقل بلتاجي يجب تضافر الجهود كافة على المستوى الوطني الرسمي والأهلي والتعاون فيما بينها لتحقق الأهداف المنشودة في الحفاظ على البيئة والأردن، فنحن الأولى في الحفاظ على بيئتنا. حقيقة يعني بلدنا أجمل بلد، وبلدنا بالفعل يعني المحبة لبلدنا مغروسة بقلب كل واحد فينا، فكيف ما بدنا نحافظ على جمال بلدنا، كيف ما بدنا نحافظ فعلا على سلامة بلدنا البيئية. فحقيقة إنه هذه حملة اجت يعني بوقتها بالوقت المناسب، لكن يعني مش بس لست اشهر، لأبد الآبدين، منا للأجيال القادمة كل واحد عليه دور إنه يحافظ على الأردن الغالي، وهذه مسؤولية كل واحد فينا وكل واحدة فينا. وبدوره أكد الشخشير أن الأرقام التي تصف مشكلة النفايات في الأردن صادمة وتستحق التحرك السريع للتصدي لهذه المشكلة. وعبر بلتاجي عن أهمية الحملة التي تبدأ بالمواطن وتنتهي بواجب أمانة عمان الكبرى. حملتنا راح تكون ما يلي: لموها صح، حملوها صح، جمعوها صح، استعملوها صح. وأشارت القنصل لشؤون التنمية في السفارة الألمانية في عمان لينا لوتر أن التعاون المستمر ما بين الأردن وألمانيا في كافة المجالات منذ 50 عاما والشراكة ما بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والمؤسسات الوطنية الأردنية قائم منذ قرابة 30 عاما. وحضر حفل إطلاق المبادرة أيضا مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير العميد فواز المعايطة ومدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العميد بسام أبيدة وأمناء عامين لوزارة التربية والتعليم.
وعرض المهندس محمد الخشاشنة من وزارة البيئة تقديما حول الوضع الحالي لإدارة النفايات في الأردن، وعرضت أيضا قصة نجاح حول إعادة التدوير للمواطن عبد الرحمن عصفور. وسلمت سموها في نهاية الحفل الجوائز على الفائزين في المسابقة الإذاعية التي نظمها الصندوق الأردني الهاشمي لإنتاج أفضل شعارات صوتية إذاعية لتحفيز المواطن للحفاظ على البيئة، كما وقعت سموها والحضور وثيقة التزام بالحفاظ على البيئة وإلقاء النفايات في الأماكن المخصصة لها، حيث تسعى هذه الحملة مع الجهات المعنية للوصول إلى 1,000,000 توقيع على هذه الوثيقة.